فهل أنتم مسلمون؟
كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها فلا يخاف عقباها بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة 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 خير لك من ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك
ربك فترضى. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. استمعتم سيدتي وسادتي إلى تلاوة للمقرئ الشيخ أحمد يوسف الأزهري، مدير معهد القراءات ببنغلاديش ونائب رئيس جمعية تلاوة القرآن الكريم الدولية. ويترأس في هذه الأثناء أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بالقصر الملكي بالرباط الدرس الثالث من سلسلة الدروس الحسنية الرمضانية التي تلقى في حضرة أمير المؤمنين نصره الله. ويلقي درس اليوم الأستاذ علي بن مخلوف، أستاذ الفلسفة بالجامعة الفرنسية وعضو اللجنة الوطنية للأخلاقيات بفرنسا، وموضوعه حقوق البدن في الإسلام، انطلاقا من الحديث النبوي الشريف الذي ورد فيه: صم وأفطر وقم ونم فإن لجسدك عليك حقا.